اهلا وسهلا بيكم في قناه محمد اسماعيل للمعلومات معاكم محمد اسماعيل النهارده هعمل لكم درس بسيط جدا إذا نقدر نعمل جي اي اف زي احنا بنشوف كده على النت بالشكل اللي انا وريته لكم كده في المقدمه هوريكم ازاي نقدر نشتغل بسهوله جدا مفيش مشكله معانا ان شاء الله آه بخطوات بسيطه جدا ببرش واكشن ان شاء الله هنبتدي نشتغل يلا بينا مبدئيا بنجيب الصوره اللي احنا عايزينها مبدئيا معانا نستخدم أدتين الاكشن والبرش اول حاجه نيجي نجيب البرش طبعا انا كده كده مدخلها كده كده على البرنامج بس انا هوريكم ازاي بنجيبه بنعمل لود برش وبنختار هنا الاسم بتاعه كده لود كده نكمل بنيجي نجيب كلمة الاكشن بنعمل لود اكشن اهوت اهو معانا بعد كده نعمله لود دول هنشتغل بيهم ان شاء الله هنا كل اللي هنعمله كالتالي بنعمل نيو لير وبنيجي نختار من البرش بتاعنا اللي هو مكتوب عليه خمسمية برش خمسمية حلو الكلام وبنيجي مثلا بطريقه شيء جدا حاجه زي كده اهو ممكن نعمل كده نيجي هنا عند الاكشن وبنيجي نقول له ايه شغل يا برنس الليالي اهو, اهو 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 طيب حد فيكم شاف حاجه لا طيب هو لسه بيشتغل دلوقتي معانا اهو خلص معانا الاكشن نجرب الريندر بتاعه طيب شايفين ولا نوضح اكتر ده الشكل النهائي بتاعه دوت للناس اللي بتحب شغل الجي اف السريع طبعا احنا هنيجي نسجل هنا لما نيجي نعمل سيف از بنقوله سيف از عادي جدا بنقول سيف از ويب اهو ونركز يا جماعة احنا بنسجل في الاعدادات هنا علشان نسجله صح ما يحصلش اي مشكلة طبعا هو هنا بيعمل معنا فريم طبعا احنا هنوقف شوية تسجيل لغاية ما يخلص احنا بنيجي نحفظ المشروع العمل آه هنعمله هنا في ريفر عشان نبتدي نشوف الدنيا فيها ايه هنا نشوف الشكل اللي اهو بعد كده بنيجي نقول له سيف اهو بنختار بقى السيف اللي في المكان اللي احنا عايزينه وليكن انا دلوقتي اخترت في المكان عندي هنا بقول له سيف اوكي هوقف دلوقتي على التسجيل لغايه ما يخلص كده فوتوشوب خلص الصوره هيت هنيجي دلوقتي نشوف هنشوفها دلوقتي في النهايه شكلها عامل ازاي ده الشكل النهائي بتاعها اهو شايفين الشكل عامل ازاي طيب هوضح بس نقطتين جوه الاكشن عشان بس ايه يبقى انا خلاص الضمير قدام ربنا في الاكشن هنا هنلاقي كذا اختيار في الـ دي في 720 في 1000 في 590 والجماعة دول دي يا جماعه دي المقاسات يعني انت في الاول بتفعل الاكشن عادي وبعد كده بتختار المقاس والله انا عايز اخليه مقاس 720 بيعمل له بيشتغل لود او خلاص بياخد المقاسات بيظبطها معانا عشان بس ايه نعرف نرفعها عشان ما حجمها كبير كده انا خلصت خدعه بسيطه جدا عن طريق الفوتوشوب انتظروني في درس جديد وما تنسوناش من الشير والكومنت وسبسكرايب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته